صباح الخير وأهلا بيكم متابعينا في كل مكان. يوم جديد بنبدأ فيه تغطياتنا مع حضراتكم وأبرز الموضوعات والترندات اللي تصدرت محركات البحث منذ مساء أمس وحتى هذه اللحظة. كمان هنستعرض مع حضراتكم الموضوعات اللي الشباب على منصات السوشيال ميديا بيتكلموا فيها. أول حاجة هنبدأ فيها معاكم هو منتخب واللي بيتصدر محركات البحث بسبب استهلاله لمشواره في تصفيات كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها العام المقبل في قطر بالفوز على ضيفه الويلزي 3-1. ده طبعا أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بتصفيات. وبرغم أن المنتخب الويلزي هو اللي بدأ بالتسجيل في المباراة إلا أن لاعبي المنتخب البلجيكي قدروا يعودوا للمباراة، بل والفوز بنتيجة مهمة زي دي. مهم طبعا نقول أن المنتخب البلجيكي في 2018 حصل على المركز الثالث في بطولة كأس العالم اللي أقيمت في روسيا. ومن الرياضة للضرائب، الكل مهتم وبيدور على تفاصيل الإقرارات الضريبية الخاصة بالعقارات، وده بعد ما طالب أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية المواطنين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بوحداتهم العقارية، وده مهم إنه يحصل قبل انتهاء المدة المقررة واللي هتنتهي في 31 مارس الحالي. كمان قال إنه يمكن للمواطنين التقدم بالإقرارات دي في أي مأمورية من مأموريات الضرائب العقارية دون التقيد بالمأمورية الموجودة بها الوحدة. كمان يمكن تقديم الإقرار عبر منصة مصر الرقمية بالإنترنت واللي بتتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيا للمواطنين بصورة طبعا مبسطة. كمان مصلحة الضرائب أكدت أنها بتقدم كل العون والمساعدة للمواطنين في هذا الشأن، وأكدت أنها قررت مد العمل بالمصلحة والمناطق والمأموريات التابعة ليها لحد الساعة 6 مساء طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمعة والسبت حتى نهاية مارس الحالي، وده طبعا تيسيرا على المواطنين. من ضمن الموضوعات اللي بيدور عليها ناس كتير على تفاصيلها أيضا هي ظهور الفنان الراحل يوسف شعبان في مشاهد برومو مسلسل ملوك الجدعنة واللي هيخوض السباق الرمضاني القادم. الفنان الكبير كان شارك في مشاهدة أو في عدد من المشاهد هذا المسلسل قبل وفاته، ده يعتبر آخر عمل هيظهر فيه الفنان الراحل. وخلال البرومو ظهر يوسف شعبان وهو بيجلس طبعا على أحد المقاهي وبيقترب منه الفنانين عمرو سعد ومصطفى شعبان وهم بيغنوا له، فواضح انه يعني قايم بدور الأب في المسلسل، وده طبعا اللي هنعرفه ونتأكد منه من خلال مشاهدة المسلسل ان شاء الله في السباق الرمضاني. المسلسل تم تصويره بالكامل في لبنان وبتدور احداثه في اطار شعبي من بطولة طبعا الفنان عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، الفنانة ياسمين رئيس ورانيا يوسف، ومن إخراج أحمد خالد موسى. أعمال أخرى كمان كتير بننتظر متابعتها إن شاء الله طبعا خلال السباق الرمضاني القادم. إحنا لسه مكملين مع الفن و هنروح بعيد شوية لحد دور السينما في أمريكا واللي هتعود للعمل من جديد في 4 أبريل المقبل، وهيتم عرض فيلم جودزيلا في أس كونغ وفيلم مورتال كومبات بداية من 16 أبريل القادم إن شاء الله. طبعا إعادة فتح دور السينما في الولايات المتحدة الأمريكية بتعتبر خطوة مهمة جدا لصناعة السينما في وقت زي ده، خاصة مع بداية الموجة الثالثة لفيروس كورونا. الشباب على جوجل بيدوروا على بوستر فيلم جودزيلا في أس كونغ، وده بعد ما تم تأجيل عرضه من يوم 26 مارس الجاري، ولكن خلاص احنا بنقول للشباب اللي بيبحثوا عن تفاصيل عرض الفيلم ده انه هيكون متاح للمشاهدة في دور السينما بداية ان شاء الله من يوم 16 أبريل المقبل.
هنختتم ترندتنا مع حضراتكم من تويتر ومن منصات السوشيال ميديا المختلفة واللي الشباب عليها دايما بيدوروا، وعاملين كمان ترند لطيف جدا بصراحة ما شفته، ما قدرتش يعني أوقف من الضحك، يعني حاجة كده دمها خفيف جدا جدا، وهو الخاص باستعادة مشهد للفنانة هند صبري والنجم أحمد السقا في مسلسل عايزة أتجوز. طبعا المسلسل اللي كسر الدنيا وكلنا حبيناه في فترة طبعا عرضه، واتعلقنا بأحداثه وفكرته رغم مرور سنوات كتيرة على عرضه، إلا إن استعادة مشهد من حلقاته تسبب في إن اسم الفنانة هند صبري يبقى موجود على تويتر وعلى فيسبوك، كمان الكوميكس واللقطات اللي متعودين عليها من الشباب. دي كانت أهم الترندات النهاردة، شكرا لحضراتكم على المتابعة، واستنونا في كل جديد من تلفزيون اليوم السابع، وإلى اللقاء.